كيف تستخدم الصرافة الآلية باللغة العربية؟ هيا نتعلم في هذه القصة الصغيرة. هنا نرى امرأة تبحث عن المال. امرأة تنظر إلى المحفظة، هذه هي محفظتها. المرأة ليس لديها مال. قررت المرأة الذهاب إلى المصرف. قررت الذهاب إلى البنك. دخلت المرأة البنك. اصطفت المرأة في الطابور. الطابور طويل والمرأة تشعر بالضجر، تشعر بالملل وبالضجر. أخيرا حان دورها. هذا الرجل خرج من المصرف. في البداية أدخلت المرأة بطاقتها المصرفية. هذه هي البطاقة المصرفية. ثم أدخلت الرقم السري. الرقم السري مكون من 4 خانات. خانة، 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 خانة. الرقم السري مكون من 4 خانات. وبعد ذلك أدخلت المبلغ الذي تريد سحبه. المرأة تريد سحب 1500 دولار. نعم، إلغاء. هل أنت متأكد؟ هل تريد سحب 1500 دولار؟ المرأة ضغطت على زر نعم. المرأة تريد سحب 1500 دولار. هذه هي أزرار التحكم. هذه هي الأزرار. المرأة في انتظار بطاقتها المصرفية. خرجت البطاقة المصرفية. أخذت المرأة البطاقة. ثم خرج المال. خرج المال من الصرافة الآلية. المرأة سحبت نقودها. المرأة سحبت مالها ثم وضعته داخل المحفظة. المرأة تشعر بالسعادة وتشعر بالرضا. ثم خرجت من البنك. حان وقت الأسئلة. السؤال الأول: هل انتظرت المرأة في الطابور طويلا؟ هل انتظرت لوقت طويل؟ نعم، لقد انتظرت لبعض الوقت. كم هو المبلغ الذي تريد سحبه من الصراف؟ 1500، 1200، 1500 دولار. أين هي المحفظة؟ هذه هي المحفظة. أين هي البطاقة المصرفية؟ هذه هي البطاقة المصرفية. وهذه كانت نهاية هذه القصة. أتمنى أنكم استفدتم. شكرا، مع السلامة.